السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مع بعض في هذا الفيديو هنتكلم على موضوع النيومونيا أو الالتهاب الرئوي. وزي ما عرفنا في البرونكايتس إن البرونكايتس بتصيب المنطقة الخاصة بالتراكية والبرونكاي، لكن عندي هنا موضوع النيومونيا أو الالتهاب الرئوي بيصيب الألفيولاي أو الفليشي بارت من الإيه؟ من اللنج. الإنفكشن بتاعت النيومونيا أو الالتهاب الرئوي infection more severe، infection أصعب بكتير جدا جدا من البرونكايتس، infection خطيرة وليها complications كتيرة مش بس على respiratory system، هيكون ليها يعني complications non-respiratory هنشوفها في بقية أجزاء الجسم. ممكن لو وصلت لأنها تعمل inflammation في منطقة البلورا أو المنطقة اللي بنسميها الغشاء البلوري، بتعمل لي مشكلة بنسميها البلوريزي أو البليورايتس اللي هي التهاب الغشاء البلوري، ودي بتعمل سيفير شيست بين، من الحاجات الكاركترستيك جدا للنيومونيا لو عملت بلوريسي بتعمل سيفير شيست بين. طيب خلينا نتوقع مع بعض حاجة، مش الالفيولاي دي هي اللي بتتم فيها عملية الأكسجين والكربون دايوكسيد اكستشينج؟ مش هو الدم أصلا بيروح لللنج عشان الدم الغير محمل بالأكسجين يحصل له أكسجينيشن ويتحمل بالأكسجين اللي جاي من الشهيق بتاعنا، أوكي، والأكسجين ده بعد كده يروح لبقية أجزاء الجسم. طيب لو أنا المكان اللي هيحصل فيه الإكستشينج ده اللي هو الألفيولاي حصل فيه دامج وحصل فيه إنفلاميشن، مش ده يقلل البلاد أكسجينيشن؟ مش ده يديني أعراض مشابهة لأعراض الأنيميا، يخلي البيشنت يحس بفاتيج وملايز، بس المرة دي هتبقى حاجة شديدة، حاجة سيفير شوية، أعراض تشبه أعراض الأنيميا. مش ممكن في السيفير كيزس البيشنت يدخل في سيانوزس، تمام، يبتدي بقى وشه يزرق ويبتدي يحصل له أعراض الاختناق سيانوزس، لأن خلاص ما عادش فيه أكسجينيشن بيحصل في اللنج في المراحل السيفير أو المراحل الأدفانسد من النيومونيا، أوكي. مش ده يخليني البيشنت بتاعي محتاج أكسجين ثيرابي، أوكي. مش الجسم بعد كده هيحاول يعوض ان الاكسجين قليل فيبتدي يزود الهارت ريت عشان يحسن البلاد سبلاي اللي رايح للتيشوز عشان يعوض فكره ان الاكسجين قليل فيبتدي الهارت يحصل فيه تاكي كارديا؟ دي كلها اعراض هنشوفها مع النيومونيا، مش لازم تكون شفت زي ما يعني التاكي كارديا حاجه في الهارت، الانيميا والفاتيج والساينوزس، تمام، دي كلها اعراض خارج الريسبيراتوري سيستم خالص، اوكي. فدي نقطه مهمه جدا ان احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض، ان النيومونيا مش بس الاعراض بتاعتها بتكون اعراض خاصه بالريسبيرتوري سيستم، لكن ممكن تكون اعراض خارج الريسبيرتوري سيستم. طيب تعالوا نشوف كده النيومونيا عباره عن ايه. قال لك هي الموست كومون انفكشوس ديزيز اوف ديث ان ذا يونايتد ستيت، اكتر انفكشوس ديزيز يسبب حالات وفاه في اليونايتد ستيتس هي النيومونيا. مرض خطير جدا بيحصل في كل الاعمار، ولكن لو جه في اليونج ايج بيكون الاعراض بتاعته هي الموست سيفير. طيب كذلك لو جه في الناس الاميونو كومبرومايز زي الناس الالدرلي او الناس اللي عندهم كرونيك ديزيزز، الناس الكرونيكري ال، برضو الاعراض بتاعته بتكون مور سيفير. طيب المايكرو اورجانيزم البكتيريا تقدر تدخل لللنج عن طريق ثلاثة روت اوف انفكشنز او ثلاث اماكن ممكن يدخل منهم البكتيريا. اول حاجه عن طريق انهاليشن بالاستنشاق، ان انت ماشي في مكان او موجود في مكان استنشقت او تنفست البكتيريا اللي بتسبب النيومونيا، او عن طريق البلاد ستريم انها تدخل البلاد ستريم توصل لحد اللنج، وتدخل البلاد ستريم عن طريق البلاد ستريم تدخل اللنج، لان احنا زي ما احنا عارفين اللنج رايح لها بلاد سبلاي مهم جدا بالمونري فينز عشان ايه بتعمل اكسجينيشن للبلد، او عن طريق الاسبيريشن. اسبيريشن يعني حاجه نازله في الفارنكس فتعدي وتدخل على الايه على التراكيه وتحصل اسبيريشن، حد بيبلع حاجه او حد بياكل حاجه وحصل اسبيريشن ودخلت في التراكيه بدل ما ترجع ما تدخل في الجي اي تي، دي بنسميها اسبيريشن، تمام. طيب تعال نشوف الباثوفيسيولوجي. طبعا الباثوفيسيولوجي هنشوف اكتر من سبب للنيومونيا، لكن هنعرف ايه هي الموست كومون كوزز. طيب سواء كانت بفيروس او ببكتيريا
خاصة لما تكون بفيروس في البداية، الفيروس بيعمل سبريشن للبكتيريال كليرنج اكتيفيتي. كنا اتكلمنا قبل كده على قلنا عندنا التراكية، في عندنا فيها الابيثيليوم، والابيثيليوم فيه عندي فيه حاجة اسمها الاحداب او الميوكوسيلاري فايبرز، دي بتعمل كليرنج للميوكس والبكتيريا وتخرجهم بره الريسبيرتوري تراكت. طيب لو حصل انفكشن في الاول بفيروس، يدخل الفيروس يبتدي يعمل هنا دامج ويبتدي يعمل امبيرمنت في الكليرنج ميكانيزم، ده الميكانيزم دي يبتدي تتعطل، يقوم لما يدخل البكتيريا بعد كده تدخل تقدر تعمل كولونايزيشن وتقدر تعمل الانفكشن بتاعت النيومونيا بسهوله. اوكي، يبقى الفيرال كان بريسبتيت سكندري بكتيريال انفكشن. طيب الموضوع بيتم ازاي؟ اول حاجه بيحصل امبيرنج للالفيولر ماكروفاج فانكشن والميوكوسيلاري كليرنس. الميوكوسيلاري كليرنس احنا فهمناه واتكلمنا عليه. كذلك انا عندي في الالفيولاي في عندي ماكروفاجس اللي هي نوع من انواع الوايت بلاد سيلز مسؤوله عن الاميونيتي في المكان ده. لو حصل لها امبيرمنت للفانكشن بتاعتها بيبقى البيشنت مور سسبتبل للبكتيريا الانفكشن. فلو الانفكشن بدات بفيروس وبعد كده وصلت للبكتيريا بنسميها سكندري بكتيريا الايه نيومونيا. طيب في عندي نوع، احنا هنشوف التقسيمات دلوقتي وهنفهمها، لكن في عندي نوع اسمه كوميونيتي اكوايرد نيومونيا. كوميونيتي اكوايرد نيومونيا دي يعني واحد زينا كده من الشارع، من المواصلات، من الاماكن العامه، المهم ان هو التقط الانفكشن دي من الايه، من الشارع او من الاماكن العامه، دي بنسميها كوميونيتي اكوايرد نيومونيا. 75% من حالات الكوميونيتي اكوايرد نيومونيا بتكون سببها الستريبتوكوكس نيومونيا او النيوموكوكاي، دي اشهر بكتيريا بتسبب عندي البكتيريال كوميونيتي اكوايرد نيومونيا. تمام، بتكون سببها الستريبتوكوكاي، وهنشوف اذر كوزس، لكن الستريبتوكوكس نيومونيا هي بتعتبر الايه الاشهر. طيب في عندي اذر كوزس زي مين؟ زي المايكوبلازما نيومونيا وزي الليجونيلا، تمام، وزي الكلاميديا نيومونيا، ودول بنسميهم اي تيبيكال باثوجنز. خصوصا المايكوبلازما زي ما احنا عارفين ما فيهاش ايه ليك سيل وول، ما لهاش سيل وول، وبالتالي هتحتاج تريتمنت ب انتيبيوتكس اذر زان البيتا لاكتام انتيبيوتكس زي الازيثروميسين وزي الفلوروكينيرونز الليفوفلوكساسين. طيب الكوميونتي اكوارد نيومونيا ممكن تسببها ايضا جرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزم او الاستافيلوكوكس اورياس. استافيلوكوكس اورياس او الجرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزم دي بتحصل خصوصا في الالدرلي، في الناس اللي هم كبار السن اللي قاعدين في نيرسنج هومز. نيرسنج هومز اللي هي دور الرعايه الصحيه، زي مثلا يقول لك دار مسنين او اماكن الرعايه، زي ما قلنا البابليك بليسز بشكل عام. اوكي، خصوصا الناس اللي بيكونوا الكحوليكس، الناس اللي هم مدمنين او بيشربوا الخمور لفتره طويله. اوكي، دول بيبقى في عندهم بشكل عام كومبرومايزد اميون سيستم، الاميونيتي عندهم قليله، وبيكون في عندهم ديبليتيتنج كونديشنز، دي بتشجع اكتر على ان يحصل الانفكشن. طيب ممكن تحصل ايضا نتيجه جرام نيجاتيف ايروبيك باسيلاي والستافيلوكوكس اوريس، ولكن دي بتسبب لي الواتس كولد هوسبيتال اكوايرد نيومونيا، وده نوع مختلف. يبقى انا في عندي نوعين اثنين رئيسيين من النيومونيا، في كوميونيتي اكوايرد دي اللي البيشنت بياخدها من البابليك بليسز، من الشارع، من المواصلات، من الاماكن العامه، من دار مسنين، من اماكن زي كده. لكن الهوسبيتال اكوايرد نيومونيا دي بتبقى مور سيفير، مور سيريس او مور سيفير، بنسميها نوزوكوميال انفكشن او هوسبيتال اكوايرد انفكشن. يا ترى ليه دايما الهوسبيتال اكوايرد انفكشن بتكون اصعب؟ لان احنا في المستشفيات بنستخدم انتيسيبتكس، بنستخدم ديترجنت، بنستخدم بيتادين، بنستخدم ديتول، بنستخدم سايدكس، بنستخدم كلور، بنعمل ستيريلايزيشن وبنعمل انفكشن كنترول بطرق معينه. فالمفروض ان الاماكن اللي هي زي المستشفيات دي بتكون الميكروبس اللي فيها او الميكروبيال لود اللي فيها قليل جدا. البكتيريا اللي قدرت تريزست
او قدرت تقاوم كل الميجرز اللي احنا عاملينها دي وكل الاستيرلايزيشن تكنيكس اللي احنا بنستخدمها وكل الديترجنت والمطهرات والحاجات اللي بنستخدمها دي بتبقى بكتيريا صعبة العلاج. عشان كده هنشوف ان الهوسبيتال اكوايرد نيمونيا بعد كده ليتر في هذه المحاضرة بتكون مالتي دراج ريزيستنت، يوجوالي بتكون بتقاوم اكتر من نوع من انواع المضادات الحيوية. يعني الهوسبيتال اكوايرد انفكشن يوجوالي بتكون اصعب في العلاج من الكوميونتي اكوايرد انفكشن. تمام. طيب كمان عندي انيروبيك بكتيريا، هي بتعتبر الموست كومون ايتولوجيكال ايجنت في النيومونيا نتيجه الاسبيريشن او نتيجه الجاستريك اوروفارنجيال كونتاكت. اوكي، يبقى لو كانت نتيجه اسبيريشن هيبقى الموست كومون اورجانيزم هو مين؟ هو الانيروبيك بكتيريا، ده النوع الثالث اللي احنا خدناه. طيب لو كانت هوسبيتال اكوايرد نيومونيا الموست كومون كوز هو مين؟ هو الجرام نيجاتيف ايروبيك باسيلاي والاستافيلوكوكس اوريس. ولو كانت كوميونيتي اكوايرد هيبقى النوع الاشهر بالنسبه لي هو مين؟ هو الاستريبتوكوكس نيومونيا. دول الثلاث انواع، تعرف كل نوع وتعرف مين الموست كومن اورجانيزم اللي بيسببه. طيب تعال للناس البيدياتريكس، الناس الاطفال في البيدياتريك ايج الموست كومن نيومونيا عندهم بتكون يوجوالي ديو تو فيروسز، يوجوالي بتكون نتيجه فايرال اوريجن زي الريسبيراتوري سينسيشيال او الريسبيراتوري سينكيشيال فيروس والبارا انفلونزا والادينو فيروس. تمام. طيب نيوموكوكاي طبعا هي موست كومن بكتيريال كوز، قلنا عليها نيوموكوكاي مين اللي هم مين؟ اللي هي ستريبتوكوكس نيومونيا اللي بتعمل كوميونيتي اكوارد نيومونيا. تمام. ويليها بعد كده الجروب اي ستريبتوكوكاي وبعدين الاستافيلوكوكس اوريس. تمام. طيب تعال نشوف الكلينيكال برزنتيشن. الكلينيكال برزنتيشن السيمبتومز البيشنت هيجي يشتكي من ايه؟ يوجوالي السيمبتومز والكلينيكال برزنتيشن هيختلف اختلاف السبب. خلينا كده نشوف واحده واحده الموضوع ماشي ازاي. طيب اول حاجه البيشنت بيكون فيه عنده abrupt onset of fever, chills, dizziness and productive cough. تمام. طبعا السيمبتومز هنا بتكون مور سيريس ومور سيفير عن الاكيوب برونكايتس والكرونيك برونكايتس. تمام. مره واحده البيشنت بيدخل في فيفر، خد بالك الفيفر مثلا ما كانتش كومون في الحاجات الفايرال، لكن هنا بيكون في عندي فيفر، بيكون في عندي تشيلز، الجسم بيرتعش رعشه جامده جدا، في ديزنيا، في صعوبه في التنفس، في برودكتيف كف علشان في عندي سيكريشنز وفي عندي ميوكس. تمام. راست كالرد اور هيموبتسز، بيكون البيشنت بيعمل كافنج اوف بلاد. اوكي، بيكح، الكحه بتاعته بتبقى فيها فيلجم او فيها الميوكس المخاط، بيكون في عليه دم. اوكي، فدي بنسميها هيموبتسيس او كافنج اوف بلاد. بلوريتك تشيست بين، لو الوصل زي ما اتفقنا لو الاورجانيزم وصل ان هو لمرحله البروريزي او مرحله ان هو يعمل التهاب في الغشاء البلوري، ده بيعمل سيفير تشيست بين، ده ريكوير انالجيسكس لوحده، ده اللي هو بلوريتك تشيست بين. طيب في الفيزيكال اكزامينشن هلاقي البيشنت عنده تاكيبنيا وتاكيكارديا، جم منين؟ جم من ديكريزد اوكسجينيشن، فالجسم بيحاول يعوض الاكسجين سبلاي فيبتدي يزود الريسبيراتوري ريت ويزود الهارت ريت، فالبيشنت يحس بتاكيبنيا وتاكيبتسز. دلنس تو بركشن، لو عملنا بركشن بالايد على المنطقه على الشيست بتاع البيشنت في المنطقه دي بنحس بدلنس، او بتحس ان ان في زي وجع مكتوم كده، مكتوم. تمام. بقيه الفيزيكال اكزامينشنز دي حاجات ممكن مش علينا، لكن لان دي حاجات بنحتاجها الاطباء يعملوها بالتكنيكس معينه. بتحس بتشيست وور ريتراكشن وجرونتك ريسبيريشن، تحس ان البيشنت في عنده صعوبه في التنفس وتحس ان صدره مشدود. اوكي، تحس ان في يعني زي في تشنجات كده مع الرعشه مع التنفس. ديمنشد بريست ساوند اوفر ذا افكتد اريا، المكان اللي بيكون فيه النيومونيا على حسب السايت افكتد، يعني النيومونيا مش لازم تكون موجوده بايلاترال، ساعات النيومونيا تلاقيها مثلا جايه في المكان ده بس، او تلاقيها هنا ابيكال نيومونيا بس، على حسب المكان اللي فيه نيومونيا هتلاقي فيه ديمينيشد بريس ساوند، هتلاقي اصوات البريس في المكان ده بتبقى قليله. بتسمع انسبيراتوري كراكلز ديورنج اكسبانشن، بتسمع الكراكلز، الكراكلز زي ما قلنا اللي هي زي صوت بابلز او صوت فخاخيع كده. تمام. طيب تشيست راديوجراف
ممكن بنشوف حاجة اسمها دنس لوبر أو سيجمنتال انفلتريت. دي حاجة كاركترستيك في النيومونيا بنسميها بالمونري كونسوليديشنز أو انفلتريت. لوبر يعني هتلاقيها في المكان ده مثلا واخدة لوب معين، وتلاقي في الشيست راديوجراف واخدة باتشز كده، دي بنسميها لوبر نيومونيا. تمام، بتلاقيها دايما واخدة الشكل ده، بنسميها بالمونري كونسوليديشنز أو باتشز أو انفلتريتس. ده بيبقى المكان اللي فيه البكتيريا متجمعة وعاملة الجرانيولوما وعاملة الجزء الخاص بالميوكس سكريشنز والكلام ده كله. طيب لو حبينا نعمل لابوراتوري اكزامينيشن، هنلاقي البيشنت عنده لوكوسايتوزس، يعني زيادة في عدد الوايت بلاد سيلز، وخصوصا البي ام ان البوليمورف نوكلير سيلز اللي هي اسمها الايه النيوتروفيلز، من الخلايا الأساسية في الاميونيتي. بلاقي النيوتروفيلز عندي عالية، وده بي مور انديكيتنج للانفكشس اوريجن. اوكي، لزياده البوليمورف نيوكلير سيلز او نيوتروفيلز يقول ان البيشنت اكيد عنده في انفكشن. طب لو لقيت الاوزينوفيلز هي اللي عاليه، ده يقول ان البيشنت ده عنده الكحه دي او الاعراض دي يوجوالي نتيجه الرجي، حاجه زي الازمه مثلا. يعني في الازمه، في حالات الازمه هتلاقي الاوزينوفيلز عاليه، لكن في حالات النيومونيا هتلاقي النيوتروفيلز هي اللي عاليه. تمام. طيب لو اكسجين ساتوريشن، لو جينا عملنا للبيشنت بالس اوكسيمتري اللي هو الجهاز الصغير بتاع البالس اوكسيمتري ده، اللي هو زي مشبك كده بيتحط على الصابع وبيديني انديكيشن الاكسجين ساتوريشن اخباره ايه. لو لقيت الاكسجين ساتوريشن قليل، ده يقول ان البيشنت خلاص بدا يدخل بقى في هايبوكسيا، في ساينوزس، محتاج اكسجين ثيرابي، لان احنا اتفقنا ان الانفكشن في الالفيولاي بتاثر على الايه، بتاثر على الاكسجين سبلاي اللي رايح للاورجانز كلها. طيب هنشوف بقى كل نوع من الانفكشنز ونشوف ايه اللي مميز فيه. لو كانت الانفكشن عندي بجرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف بكتيريال نيومونيا، الاعراض هتكون كالاتي. قال لك انفكشن ويز ليجونيلا نيموفيليا كاركترايزد باي مالتي سيستم انفولفمنت. يعني ايه مالتي سيستم؟ يعني مش بس الريسبيرتوري سيستم، لا ممكن في اكتر من مكان عندي بيكون انفولفد. طيب بتكون رابيدلي بروجريسيف نيومونيا، بتكون اصعب في العلاج وبتكون حاله بتتدهور بتاعت البيشنت بسرعه. الموست بروميننت سيمتومز بتكون الماليز، بيكون حاسس بتعب شديد جدا، ليثارجي، ويكنس، انوركسيا. طبعا كل ده مفهوم ليه، علشان نتيجه الديكريزد اوكسجينيشن. تمام. طيب الموضوع في الاول بيبدا بدراي نون برودكتيف كاف، لسه ما الانفكشن ما وصلتش انها تعمل تجمع للميوكس وتجمع للسكريشنز، لكن بعد كده لازم بيدخل على الايه، على الميوكويد والبلورانت سبيوتم لما يبتدي تجمع للسكريشن. طيب اكيد 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 لازم بيكون في معايا فيفر، مهمه جدا جدا، وبتكون هاي جريد فيفر اعلى من 40 ديجري سنتجريد. انريميتنج يعني مش بتروح وتيجي، تمام، مستمره. انريميتنج يعني بريزيستنت. اوكي، وسام تايمز بيكون في معاها برادي، ولكن هو المفروض يوجوالي في الايه، في النيومونيا بيكون في تاكي كارديا. طيب بلوريتك تشيست بين، اللي هو لو الاورجانيزم وصل للبلورال كافيتي او البلورال ممبرين وعمل انفكشن هناك، بيعمل لي بلوريتك تشيست بين which is very very severe. بيبقى فيه معاه بروجريسيف ديزنيا، بيبقى فيه معاه صعوبه في التنفس. اوكي، وممكن تسمع ريلز، الريلز اللي هي الكراكلز اللي قلنا عليها، اللي هي الصوت بتاع الايه، بتاع الصوت بتاع البابلز. طيب ممكن نشوف بعد كده بقى في الساينز، نشوف الكونسوليديشن، نشوفها في الراديوجراف. كونسوليديشنز دي اللي احنا قلنا عليها، دي بنسميها بالمونري كونسوليديشنز في الشيست اكس راي. طيب هل في عندي اكسترا برمونري مانيفستيشنز؟ هل في اعراض خارج البرمونري سيستم؟ قال لك يس، بيكون في عندي فعلا اعراض خارج البرمونري سيستم، منها اللي بيكون على الجي اي تي زي الدايريا، نوجيا، فوميتنج، ميالجيا وارسلارجيا. ميالجيا يعني وجع في العضلات، ارسلارجيا يعني وجع في المفاصل. تمام. ممكن يكون في عندي سبستانشال تشينجز. يعني ايه سبستانشال؟ يعني سيجنيفيكانت تشينجز في البيشنت مينتال ستيتس. اوكي، يعني مع زيادة درجة الحرارة ممكن يبتدي البيشنت بقى يدخل فيه هالوسينيشنز، ممكن يدخل فيه سيجرز. اوكي، نيورولوجيك فايندنج وهكذا. تمام،
فطبعا دي في الحالات السيفير جدا، وكل ما كانت الفيفر مستمرة لفترة طويلة على حسب الديجري اوف فيفر. لو قدرت تعمل كنترول للفيفر هتقلل الأعراض دي كتير وتقلل الكومبليكيشنز دي بشكل كبير جدا. طيب اللابوراتوري فايندنج زي ما اتفقنا قلنا هنلاقي فيها لوكوسايتوزس، وهنلاقي فيه زيادة خصوصا في النوع البوليمورف نيوكلير سيلز اللي هي النيوترو فيلدز. طيب بالنسبة للنيجونيلا نيموفيليا، تمام، مش بتظهر في الليستين قوي، مش بتظهر في الصبغة، بنحتاج نعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن، ولكن التست اللي بيديني كونفيرماتوري تيست بالنسبة للليجونيلا هو الفلوريسنت انتي بودي تيستينج. فلوريسنت انتي بودي تيستينج هو المهم تو دايجنوز ليجونيير ديزيز، تمام، ليجونيلا او ليجونيير ديزيز. الليجونيلا او ليجونيير ديزيز دي كان ليها قصة ظريفة. كلمة ليجونيير ده معناها المحاربين او المحاربين القدماء او الناس اللي هم القيادات بتاعة الجيش والكلام ده، اسمها ليجونيير. فالديزيز ده حصل لمجموعة من القادات بتاعة الجيش كانوا متجمعين في مكان معين، نتيجة ان البكتيريا الليجونيلا دي بتعيش في المواسير بتاعة التكييف الاير كونديشننج، بتعيش في الجو ده، في المنطقة في الكولد ويزر والدامب ويزر. ومن هنا على فكرة ظهر أهمية بعد كده إن التكييفات والأماكن دي كل فترة يتعمل لها صيانة للفلاتر بتاعتها وللمواسير بتاعتها والحاجات دي، لأن ممكن بيعيش فيها أنواع معينة من البكتيريا، تمام. طيب الأنيروبيك نيومونيا ده بقى هنا ده كاتيجوري تاني، احنا اتكلمنا قبل كده على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف نيومونيا. لو كانت أنيروبيك هنا بيكون مش بروجريسيف بقى، هنا بيكون الى حد ما بيكون اندولنت، يعني ايه؟ يعني سلو، بتكون سلو اونست، بتكون في معاها كف اكيد، الفيفر هنا بتكون لو جريد، بيكون في معاها ويت لوس، وممكن يحصل اكيوت بريزنتيشن. فهنا تقدر تفرقها عن النيومونيا اللي بيكون سببها الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا، انها بتكون سلو اونست، بيكون معاها لو جريد فيفر. طيب السبيوتم هنا بنسميه بوتريد سبيوتم. بوتريد سبيوتم معناها باد سميلنج، بيكون ريحته مش كويسة، اوكي. تشيست راديوجراف هنلاقي فيه الانفلتريت لوكيتد اندبندنت اوف لانج سيجمنت، تمام، وممكن نلاقي فيه كمان لانج ابسس ديفلوب في 20% من الكيسز، اوكي. يبقى دي برضو من العلامات المميزة في الراديوجراف. مش هنشوف التشيست كونسوليديشنز او الانفلتريتس، لكن هنلاقيها موجوده في ديبندنت لانج سيجمنت، تمام. اللانج انتوا عارفين اللانج نفسها بتتقسم لسيجمنتس، اوكي. فهنشوف الانفلتريتس مش لازم تكون موجوده في مكان معين، لكن ممكن نلاقيها في اندبندنت لانج سيجمنت. طيب بالنسبه للمايكوبلازما نيومونيا، كلينيكال برزنتيشن بتاعها بيكون جرادوال، بيكون في معاها فيفر ومعاها هيديك وماليز، برضو كل ده مش مهم، تمام. بيكون في البداية بعد 3 أو 5 أيام بيبدأ معايا برزيستنت هيكينج كاف. هيكينج كاف ده نوع من أنواع الدراي كاف، برضو كحة ناشفة لكن بتبقى مستمرة دي اسمها هيكينج كاف، تمام. بيكون في معاها سور ثروت، بيكون في معاها اير بين ورينوريا، ده بالنسبة للمايكوبلازما. اللونج فايندنج ما بنشوفش غير الريلز والرونكاي، الريلز اللي هي الكراكلز اللي هي صوت البابلز، والرونكاي اللي هي الويزنج اللي هي الصوت بتاع الصفار. بالنسبة للكونسوليديشنز الباتشز مش بنشوفها في المايكوبلازما نيومون. طيب هل في نمبر مونري مانيفستيشنز ممكن نشوفها في المايكوبلازما نيومونيا؟ قال لك هي طبعا اكستريملي كومون، بنشوفها كتير جدا جدا، خصوصا الجي اي تي، النوجيا والفوميتنج والدايريا، وكمان بنشوف اعراض العضلات والمفاصل مايالجيا وارثولارجيا. بيكون في سام تايمز سكن راش ومايكارديتس او بريكارديتس، سام تايمز ممكن تسبب هيموليتيك انيميا، او ممكن تتطور لمنينجيوسيفالايتس او كرينيال نيوروباسي، ممكن لو الاورجانيزم
وصل ان هو يعمل انفكشن للمننجاي ويسبب التهاب سحائي. وفي حاجة اسمها جليان باري سندروم، اللي هي يعني سندروم مشابهة للمننجايتس او الالتهاب السحائي. طيب systemic symptoms usually بعد اسبوع او اسبوعين بتبتدي تختفي، ولكن الريسبيراتوري سيمبتومز بتكمل لحد 4 اسابيع. يعني systemic symptoms دي كلها بتختفي بعد اسبوع او اسبوعين، لكن الاعراض بقى الريسبيراتوري بتكمل معانا لحد 4 اسابيع. طيب الراديوجرافيك فايندنج، لو عملنا تشيست راديوجراف للمايكوبلازما نيومونيا هنشوف باتشي اور انترستيشيال انفلتريتس، تمام، وبيوجوالي بنشوفها في اللور لوبس، بنشوفها في المنطقه في اللور لوبس بتاعه اللنج، بتكون باتشي اور انترستيشيال. انترستيشيال بتبقى متوزعه كده شويه، باتشي او انترستيشيال ايه انفلتريتس، دي بنشوفها في حالات المايكوبلازما نيومونيا. لو عملنا جرام ستين هنلاقي فيه عندي اللوكوسايتس زيادة، وهنلاقي فيه البوليمورف نيوكلر، طبعا النيوتروفيلز هنلاقيها زيادة. طبعا هي مش بيحصل لها جرام ستين لانها ملهاش ايه، ملهاش سيل وول، فما بنقدرش نعمل جرام ستين للمايكوبلازما نيومونيا. طيب مشكلة المايكوبلازما نيومونيا انها بتحتاج من 2 لـ 3 weeks for culture identification، ودي مدة طويلة جدا. فطبعا هيبقى هنحتاج نبدأ antibiotics من قبل ما نعمل identification للأورجانيزم. طيب بالنسبة للفيرال نيومونيا، النوع من النيومونيا اللي بيكون فيرال، هنا الكلينيكال بيكتشر بتختلف شوية، بتكون variable و overlap to some degree مع other types من respiratory tract infections. لكن في عندي حل سريع دلوقتي في الفيرال نيومونيا ان انا اقدر اشخصها بسرعة، تمام. طيب السيرولوجيكال تيست ممكن استخدمها، ولكن السيرولوجيكال تيست برضو هتحتاج من 2 لـ 3 weeks عشان اتأكد انها دي فيرال نيومونيا، فبالتالي برضو مدة طويلة جدا مش هقدر اعتمد عليها. ولكن حاليا في عندي حاجة اسمها same day diagnosis، وده عبارة عن rapid test بنستخدمه for rapid detection of viral pneumonia. التست ده مهم جدا اعرف الاسم بتاعه، indirect immunofluorescent على الاكسفوليتد سيلز. التست ده مستو ان انا من خلال التست ده بقدر اعرف في نفس اليوم هل دي viral pneumonia or not. اوكي بالنسبة للراديوجرافي، بالنسبة لو عملنا شيست راديوجراف، عملنا اكس راي، بنشوف البرونكايل وول سيكننج، بنشوف البرونكاي بتبقى سيكند شوية، وممكن نشوف ديفيوز وانترستيشيال انفلتريت، تمام، زي مين؟ زي المايكوبلازما. ده هنا التست بتاع الانتيبادي بيستخدم بموضوع الفلوريسنت، دايركت اميونو فلوريسنت. طيب هنتكلم دلوقتي على النوزوكوميال نيومونيا. لو كانت النيومونيا دي هوسبيتال اكوايرد، تمام، لو كان البيشنت حصل على الانفكشن نتيجه ان هو موجود في مستشفى او متواجد في مستشفى، ده طبعا بتكون انفكشن زي ما اتفقنا بتكون اصعب في العلاج واخطر. طيب اشهر فاكتور بيسبب هوسبيتال اكوايرد نيومونيا او نوزوكوميال نيومونيا هو الميكانيكال فنتيليشن، هو اجهزه التنفس الصناعي، حتى بيسموها فاب او فنتليتور اسوشيتد نيومونيا، تمام، اللي هي بتيجي نتيجه الفنتليشن. فاهم حاجه تعرف لي انت هنا ان اشهر سبب واهم سبب للنوزوكوميال نيومونيا هو الميكانيكال فنتليشن. في عندي بعض الفاكتورز اللي ممكن تساعد على حدوث هذه الانفكشن، هو بريور انتيبيوتيك يوز، انه استخدم انتيبيوتيك قبل كده، استخدام الـ H2 receptor antagonist لأنها بتقلل الـ acidity وبتقلل الـ defense mechanism من ناحية، ومن ناحية تانية وجدوا إنها ليها immunosuppressant effect. الناس اللي عندهم severe illness، الناس الـ bedridden، الناس اللي في الـ supine position،
تمام. كل دي من الريسك فاكتورز اللي بتزود فرصة حدوث النيومونيا في الهوسبيتال سيتنج. طيب الدياجنوز بيعتمد على تشيست راديوجراف، بنعمل تشيست راديوجراف وبنشوف الانفلتريتس، بيعتمد على وجود فيفر، وجود فيفر طبعا مهم جدا، وورسننج ريسبيراتوري ستيتس، بيبتدي البيشنت يبقى فيه عنده ديزنيا وشورتنس اوف بريس، مش عارف ياخد نفسه وعمال يكح، ابيرنس اوف سيك نيوتروفيل ليدن ريسبيراتوري سيكريشنز. ريسبيراتوري سيكريشنز لو خدناها وفحصناها تحت الميكروسكوب هنشوف زياده في النيوتروفيلز اللي هي البوليمورف نيوكليير سيلز. الديزايرد اوت كام بتاعي في حاله النوزوكوميال انفكشنز هو ايراديكيشن اوف ذا اوفندنج مايكرو اورجانيزم، ان انا اقتل هذا الاورجانيزم تماما، وان انا تو اتشيف ا كومبليت كلينيكال كيور، ان البيشنت يرجع عندي بصحه جيده زي الاول، كلينيكال كيور تماما لكل الساين والسيمتومز اللي موجوده. طيب سكندري اوبجكتيفز هو اسوشيتد موربيديتي شود بي مينيمايزد، يعني سام تايمز البيشنت عندي بيكون هو اوريدي موجود ليه في المستشفى، هل في عنده مشكله رينال، هل في مشكله هيباتيك، هل في مشكله بالمونري، فالاسوشيتد كوموربيديتي اللي موجوده معاه شود بي ايه، شود بي مينيمايزد. طيب تريتمنت، في التريتمنت مبدئيا هعتمد على حاجه كده في الاول، في حاجه عندي مهمه لازم اعتمد عليها اللي هي ايه، evaluation of adequacy of respiratory function، هل البيشنت ده respiratory function بتاعته اوكي ولا هو مش قادر يتنفس ومحتاج ان انا احط له اكسجين او اعمل له ميكانيكال فنتليشن او ان انا احسن له respiratory functions بتاعته، فدي رقم واحد. رقم اتنين، هل هو في عنده مشكله systemic severe محتاج ان انا اعمل لها correction في الاول، هل في عنده dehydration جفاف، هل في عنده sepsis او septicemia، هل في مايكرو اورجانيزم موجود في الدم وعامل له سيفير انفكشن، هل في عنده السيركيولاتوري كولابس، اخبار البلاد بريشر بتاعه ايه والهارت ريت والسيركيوليشنز والهيمو داينامكس عنده اخبارها ايه، هل البلاد بريشر عنده الدنيا ستابلايزد اتس اوكي. فالاول بتاكد ان البارامترز دي كلها ستيبل مفيش مشكله. طيب لو في مشكله ممكن بعمل سبورتيف كير، يعني ايه سبورتيف كير؟ احتاج ان انا ممكن لو محتاج اكسجين اديله، لو هو عنده هايبوكسيميا او ديكريزد في الاكسجين وعرفنا ليه الاكسجين بيقل، فلويد ريسوسيتيشن ممكن ابتدي اعلق له سلاين او ديكستروز او وات ايفر لو هو في عنده سيركيولاتوري كولابس، في اللي اسمه فلويد ريسوسيتيشن، ادمنستريشن اوف برونكو دايليتور لو في عنده برونكو سبازم او مش عارف ياخد نفسه او شورتنس اوف بريس ممكن ابتدي اديله برونكو دايليتورز، ممكن ابتدي اعمل حاجه اسمها شيست فيزو ثيرابي وذ بوستورال درينج، هو ان هو بيغير البوزيشن بتاعه بشكل كويس بحيث ان انا ادي فرصه للسكريشنز كود بي دريند، يغير الوضع بتاعه فابتدي اعمل درينج للسكريشنز. طيب الادكويت هايدريشن از فيري فيري نيسيسري، النيوتريشنال ستيتس بتاعت البيشنت اخبارها ايه، هل هو محتاج بارنترال نيوتريشن ولا بالنسبه له انتيرال نيوتريشن از اوكي، ابتدي اعمل فيفر كنترول لو كانت عندي هاي جريد فيفر، وهبدا استخدام الانتي بايوتكس اون امبريك بيزس. يعني ايه اون امبريك بيزس؟ يعني قبل حتى ما تظهر النتيجه بتاعه الكالتشر هبدا استخدام الانتي بايوتكس. تمام، هبتدي استخدم برود سبيكترم انتي بايوتكس اجينست الموست بروبابل باثوجين، يعني هنشوف دلوقتي ايه هي المايكرو اورجانيزمز المحتمله. كلمه بروبابل باثوجينز يعني على حسب المايكرو اورجانيزم المحتمله هنبتدي نستخدم برود سبيكترم انتي بايوتكس. تمام، ولكن اول ما تجيلي النتيجه بتاعه الكالتشرز، اوكي اول ما تيجي بقى النتيجه بتاعه الكالتشر وتقول لي المايكرو اورجانيزم اللي عندك ده اسمه كذا وسنسيتيف للمضادات الحيويه كذا وكذا وكذا، هبتدي استخدم السبيسيفيك انتي بايوتك. يبقى قبل ما اعمل الكالتشر بدي امبيريك انتي بايوتيك هيكون برود سبيكترم اجينست البروبابل باثوجين اللي هنشوفها دلوقتي. طيب بعد ما تيجي النتيجه بتاعت الكالتشر خلاص بدي بقى الموست سبيسيفيك انتي بايوتيك على حسب النتيجه بتاعت الايه؟ بتاعت الكالتشر. تمام؟ ثيرابي شود بي ناروت تو كفر سبيسيفيك باثوجين وانس ذا ريزلت اوف كالتشر ار نون. اوكي؟ طيب تريتمنت appropriate empiric choices for treatment of bacterial pneumonia.
relative to patient underlying disease هنشوفها دلوقتي مع بعض في التيبل اللي جاي، هنشوف ايه هي الامبريك انتيبيوتيك. طيب شوف هنا بقى التيبل ده متقسم ازاي، بيقول لك امبريكال انتي مايكروبيال ثيرابي فور نيومونيا ان ادلت، حسب نوع النيومونيا والبيشنت. تمام، قال لك ايه هو الموست بروبابل مايكرو اورجانيزم، ايه هو المحتمل الاحتمال البكتيريا تكون نوعها ايه، وقال لك استخدم الانتي بيوتيك ده، ده البرسامبتيف ثيرابي، ده الثيرابي المقترح. لو البيشنت كان إلدرلي هتكون مثلا نيوموكوكاي، اوكي الثيرابي المقترح بالنسبه له هو البيبراسيلين تازوباكتام او السيفالوسبورين او الكاربابينومز. طيب لو كان مثلا هنقول هوسبيتال اكوايرد نيومونيا، تمام، نتيجه مثلا ماوس انيروبس او ستافيلوكوكس او جرام نيجاتيف انتريكس، هيبقى بنستخدم لها الكليندامايسين او تيكارسيلين كلافيولنيت او بيبراسيلين تازوباكتام مع امينوغليكوسايدز. لو كانت نوزوكوميال انفكشن، فاليوجوال مايكرو اورجانيزم بيكون جرام نيجاتيف باسيلاي زي الكليبسيلا او الانتيروباكتر، وفي الحاله دي بنستخدم لها بيبراسيلين تازوباكتام او الكاربابينمز او اكستند سبيكترم سيفالوسبورين زي مثلا سيفتازيديم مثلا مع امينوغليكوسايد. ليه بنحط الامينوغليكوسايدز مع البنسلينز؟ ليه بنشوف الكومباينيشن دي ساعات؟ امينوغليكوسايدز عباره عن بروتين سنسز انهبيتور، بتعمل انهبيشن للبروتين سنسز، والبنسلينز او السيفالوسبورين عباره عن سيل وول انهبيتور. لما بنستخدم الاثنين مع بعض بيعملوا سينرجيزم، بيعملوا اوجمنتد او انهانسد انتيبيوتيك افكت. تمام، فهنا دي الفكره، يعني انت ايه هو الانتي الباثوجن المقترح وبنستخدم له انتيبيوتيك ايه. في البيدياتريك بيشنت برضو كذلك حسب عمر الطفل، اوكي بيقول لك احتماليه ان النيومونيا دي يكون سببها ايه، وبيقترح لك انتيبيوتيك تديه حسب عمر الايه، حسب عمر الطفل. طيب الانتيبيوتيك دوزس مش عايزك تعرف فيها حاجه، لكن بس العلم بالشيء، اوكي كل حاجه الجرعه مثلا البنسلينز الماكرولايدز الفلوروكينيلونز امينوغليكوسايدز تبقى عارفها، بس مش اكتر من كده. طبعا في عندنا نوعين اتنين من الانتي مايكروبيالز حسب الكاينيتكس بتاعتهم زي ما احنا عارفين. في عندي انواع من المضادات الحيويه بتبقى كونسنتريشن ديبندنت، اوكي يعني بحتاج كل ما اديت منها تركيز عالي او جرعات عاليه كل ما كانت الكيلنج افكت بتاعها او البكتيريسايدال افكت بتاعها افضل. تمام، ودي بتعتمد على الانتي بيوتيك كونسنتريشن في الريسبيراتوري سيكريشنز. تمام، لكن في عندي انواع تانية من الانتي بيوتيكس بتبقى كونسنتريشن اندبندنت، ودي بتبقى محتاج بس انها تقعد فترات اطول فوق الام اي سي، اوكي لكن مش قد ايه فوق الام اي سي من حيث الكونسنتريشن. ده كونسبت في الكاينتكس المفروض ان احنا فاهمينه كويس. تمام، طيب هنا بيقول لي كونسنتريشن ان اكسس، كل ما اديت الكونسنتريشن بتركيز اعلى فوق الام اي سي كل ما كان نيسيسري فور سكسسفول تريتمنت، ضروري فور سكسسفول تريتمنت. لكن في الانتي مايكروبيالز اللي هي كونسنتريشن اندبندنت انا محتاج انها تقعد فوق الام اي سي مور ذان 50% اوف ذا دوزنج انترفال، يعني تقعد وقت اطول وقت ممكن. تمام، فوق الايه، فوق الام اي سي، مش لازم تكون فوق الام اي سي بمسافه كبيره، لكن بس تبقى فوق الام اي سي لفتره ايه، لفتره طويله. دي بنسميها كونسنتريشن اندبندنت كيلينج. تمام، الارقام برضو انا مش عايزك تعرفها، يعني ممكن تعرف لي بس ان احنا بنحتاج للجرام بوزيتيف ام اي سيز اقل من الجرام نيجاتيف، يعني اكتر من 100 الجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف بتكون اصعب في العلاج شويه. تمام، في ناس فكرت انها تستخدم الانتي بيوتكس في شكل ايروسولز او دايركت انستليشن، لكن لم يثبت فاعليه الطريقه دي.
دادي هنا عندي الامبريكال تريتمنت للكوميونتي اكوارد نيومونيا. طبعا البيشنت يوجوالي بيكون اوت بيشنت وبيكون هو هيلسي ما عندوش اي مشكله. لو ما استخدمش انتي بيوتيك قبل كده ببدا معاه بماكرولايد او دوكسيسايكلين. لو كان استخدم انتي بيوتيك قبل كده في الحاله دي ببدا معاه بريسبيراتوري كينولونز او ممكن هاي دوز اموكسيسيل. تمام. لو كان البيشنت عنده كوميونتي اكوارد نيومونيا وكان في عنده كوموربيديتي زي سي او بي دي او رينال او هارت ديزيز، تمام، برضو هيختلف معايا التشويس بتاع الانتيبيوتكس على حسب هل هو واخد ريسنت انتيبيوتك ثيرابي ولا ما خدش قبل كده ولا كان واخد ريسنت انتيبيوتك وهكذا. اوكي. يوجوالي هتلاقي برضو نفس البدايه هنا بماكرولايد، برضو هنا ريسبيراتوري فلوروكينيلونز لو كان بدا ب ريسنت انتيبيوتك ثيرابي. لو كان في سسبكتد اسبيريشن ممكن ندي اموكسيكلاف او كليندامايسين. لو انا شاكك ان كان في بكتيريال انفكشن سوبر امبوزد او سكندري مع انفلونزا بدي بيتالاكتام او ريسبيراتوري فلورو كينيلونز. طبعا هنا عندي بالنسبه لي البيشنت كوميونتي اكوايرد، ولكن هنا يقصد اكيد اللي هو قعد في الاكيوت كير اقل من يومين، دي اللي بيسموها هيلث كير اسوشيت. تمام. دي بيسموها هيلث كير اسوشيت. برضو تعرف السيتنج ايه السيتنج وتعرف الامبريكال drug of choice. تمام. ما اعتقدش ان هو ممكن يسال في الديتيلز بتاعت الجايد لاينز لان دي المفروض انها بروفايدد والمفروض انها حتى كمان تشينجبل، يعني الكلام بتاع السنه دي ممكن يبقى غير السنه الجايه وهكذا. بس انا يعني الاساسيات بتاعت التريتمنت لازم تبقى انت عارفها، لكن حتى ايفن الريكومنديشنز دي ممكن تتغير من سنه الى اخرى. طيب هنا بيقول لي الالجوريثم اللي بنمشي عليه لو انت تاكدت ان البيشنت ده عنده نيومونيا، بتبعته اول حاجه تاخد منه عينه سبيوتم وتبعتها في الجرام ستين والكالشر وتعمل اسسمنت للسيفيريتي بتاعه النيومونيا. لو كانت مايلد كوميونتي اكوايرد او سيفير كوميونتي اكوايرد. تمام. في حالات المايلد هتعمل شيست اكس راي عشان تتاكد وتشوف الكونسوليديشنز. لقيت ديفيوز او لوكالايزد نيومونيا بتدي اموكسيسيلين، ولو البيشنت عنده سنسيتيفيتي بتدي اريثرومايسين. طيب السيفيريتي بنعمل لها اسسمنت برضه من خلال الشيست اكس راي ونشوف الانفلتريشن والكونسوليديشن. تمام. ولو لقينا في ديفيوز او لوكالايزد نيومونيا مع سيفير سيمبتومز بندي هنا للبيشنت انترافينوس. خد بالك ان انا هنا كنت بديله اورال، لكن انا هنا هديله انترافينوس على حسب السيفيريتي بقى، سيفيروكسيم مع انترافينوس كلاريسروميسين. اوكي. هتيجي نتيجه الكالشر لو مفيش ستافيلوكوكس اوريوس بشوف الكلينيكال بروجرس ايه، هل هو استريح للنتيجه دي. اوكي. لو استريح اتس اوكي اتس فاين، ممكن اكمل اورال انتيبيوتكس. طيب لو جت الكالشر بتاعتي وكونفيرم ان في جرام بوزيتيف كوكاي او استافيلوكوكس كوكاي في الكالشر، في الحاله دي بضيف على الريجيمن بتاعي فلوكلوكسيسيلين 1 جرام انترافينوس مع صوديوم فيوسيديت 500 مللي جرام، ده طبعا اورالي 8 مرات كل 8 ساعات. اوكي. وطبعا هبتدي اشوف الكلينيكال اوت كام واشوف الكلينيكال بروجريشن ايه، هل البيشنت اتحسن ولا لا. ازاي بعمل ايفالويشن للثيرابيوتيك اوت كام مع الكوميونتي اكوارد نيومونيا؟ يوجوالي بشوف السيمبتومز اخبارها ايه، ريسبيراتوري سيمبتومز زي الكف سبيوتم برودكشن، الكونستيتيوشنال سيمبتومز، كونستيتيوشنال سيمبتومز الماليج النوجيا الفوميتنج، الاعراض اللي هي بتصيب الجسم او النون ريسبيراتوري. تمام. هل بدات تتحسن ولا لا؟ المفروض ان يكون في كومبليت ريزوليوشن في خلال اسبوع. في النوزوكوميال نيومونيا كل اللي فات ده بنعمل له اسسمنت الريسبيراتوري سيمبتومز الكونستيتيوشنال سيمبتومز بالاضافه للوايت بلاد سيل كاونت وللشيست راديوجراف والبلاد جاز ديترمينيشن. المفروض للبيشنت الاكسجينيشن عنده يبتدي يتحسن ويبتدي يفوق شويه. في نهايه هذه المحاضره بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.